السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله. اليوم في فيديو جديد من لعبة ماريو ميكر. طبعا هذا الفيديو شباب شاطح، ليش؟ هذا الفيديو تحدي بيني انا فهد ومبارك. طبعا فكرة التحدي كيف؟ انا كتبت مرحلتين، فهد كتب مرحلتين، ومبارك كتب مرحلتين. طبعا انا بلعب مراحل فهد ومبارك ثنتين، ومبارك بيلعب مراحلي ومراحل فهد، وفهد بيلعب مراحل مبارك ومراحلي. اتوقع ان هذا الشرع صعب، ما ادري عاد لخبطت ولا لا، لا تدققون. بس بكتب لكم قنوات الشباب في مربع الوصف، ادخلوا شيكوا على الفيديوهات حقهم وشوفوا المراحل اللي انا اعطيتهم اياها. والله يا عيالي اني اعطيتهم مراحل جلد، لا يفوتكم. بس ابيكم يا شباب تشتركون في قناة فهد ومبارك، فجروها اشتراكات واكتبوا لهم جايينكم من طرف عمر او من اوشو. برضه يا شباب ادعموهم باللايكات، والله الشباب يستاهلون، يستاهلون الدعم. أبيكم تبيضون وجهي عندهم، أنتم قدها، وإن شاء الله لكم تبيضون وجهي بإذن الله. ما بيطول عليكم أكثر من كذا في المقدمة، أتمنى منكم تشتركون في القناة، تضغطون زر لايك، تنشرون الفيديو، اربطوا حزام الأمان وخلونا نبدأ. طيب شباب أنا ببدأ في مراحل مبارك، أوكي؟ طبعا في حاجة برضو حابني أقولها، أنه إذا أكثر واحد فينا يخلص المراحل يعتبره الفائز، أوكي؟ عشان كذا نقول لكم شيكوا على قنواتهم. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، هذه المرحله الاولى اعطاني اياها مبارك، اوكي لعبوها 21 فاز فيها، لا لعبوها 377 فاز فيها 21 بس، الله يستر. بس هذا يقول ما المكتب مرحله، هذه مرحله الغاز، الله يستر. طيب اوكي، طيب هنا معانا باو. طيب يلا بعدين، والله يا اخواني تراها خنبقة السالفة، وما فيها ان الوضع هنا خنبقة. اوكي بس معانا هذولي، طيب الحل. يا اخواني في شيء لازم اسويه، والله للامانه انا ما ادري ايش اقول، لكن بعيد. عاد تعرفون انا فاشل في حق الالغاز. طيب اوكي ممتاز، اها لحظة خلي هذا هنا، اوكي حلوين اخذنا الباو. طيب يا اخي هذا ليش ما مات؟ اوكي لحظة لحظة بجرب حاجة. ما تنفع، خليني يا اخي شوف كيف. اوكي اوكي حلو ممتاز جدا، يعني بدينا نشغل الطاسة شوي كذا. ليه حرام؟ والله يا اخي والله راحت علي، والله احس انها بدت، بديت اني اشغل الطاسه. تاز خليك هنا يا طيب، ها ياخذها يا اخي بلبسها، كل ما اجي اخطط يا اخي اجيب الغايبه ليه؟ بس طاقيه اوكي. لا تدرون ليه؟ لاني ضربت هذه بتنكسر، والله العظيم مخ يا شيخ، المخ فيه بس التنفيذ لا، التنفيذ صفر. خذها معاك وارميه يا اهبل يا اهبل. ليه؟ اخي خلي الباو بعدين، ايش رايك؟ تمام
ممتاز حلوين. خل هذا هنا، جيب الباو، حط الباو هنا، البس هذا كذا. اوكي يا اخي، البي سويتش، البي سويتش فوق صح؟ طيب ممتاز. وهذا البي سويتش كذا، جيب هذه هنا، ممتاز. اضرب هذولي. جبناها مبارك يا حلو. روح مرحلتك الثانية. طيب حبايبي، هذه المرحلة الثانية برضو من مبارك، لعبوها 833، فاز فيها 79. ف شكلها جميلة، بس انها والله من واحد ياباني. نشوف ان شاء الله باذن الله اني انا اللي افوز. والله يا لبيكم تروحون تشوفون المراحل اللي اعطيتهم اياها، قسم بالله جلد. اي شو السالفة يا اخوي؟ ايه النقزات الثلاث ذي يا الله. يلا يلا، ما عليه ما عليه. اوكي شوف، دائما السبيد رن هذه كذا شغله. يا ابني ايش؟ ركز ركز. اوكي اوكي والله ما ادري اصلا وين اروح وين اجي، ما ادري وش السالفه. اوكي اوكي ممتاز. اوكي والله يا عيال اني تراني على عماها. لا يا اخي، لا لا لا، حبيبي حبيبي حبيبي، ان شاء الله ان شاء الله فوز. يلا 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 يلا، ايش الحاصل؟ بقي ثمان ثواني، ثمان ثواني. ارجوك 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 ارجوك، ثمان ثواني. يس جبناها، حلو كويس. مراحل مبارك قضينا عليها، نروح الحين مراحل فهد الله يستر. والله صراحة الأمانة المراحل اللي أعطانا إياها مبارك بسيطة، والله أنا أحس إني أحس إني والله بلغت في المراحل اللي أعطيتهم إياها، لكنهم قدها إن شاء الله يجيبونها. طيب شباب، هذه المرحلة الأولى من أخونا فهد. طيب اللي مصمم المرحلة واحد اسمه وليد، كاتب داشي، ويلكم تو سعودي أريبيا. اللي لعبوها 2593، فازوا فيها بس 10. والله احس ان فهد جاب مراحل جلد اكثر من اللي انا جبتها. يا صديق شو السالفة؟ اوكي والله مقالب واجد في هذي، لكن انا اوريكم، انا ما في شيء يعوق معي. شفتوا كيف هذا الاساطير يقول لك ما يعوق معهم شيء. لا 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 لا، اهدى يا حيوان، ايش جابك؟ هذا ابو مطرقة الكريه هذا. اتوقع ان الكل يتفق معي انه كريه هذا ابو مطرقة. ابعد انت واخوك يا ابو مطرقة يا حيوان، يا ابو مطرقة يا حيوان، قلنا ابعد انت واخوك. انقلع انقلع موت. كذا نطلها في وجهه، في وجهه. اوه ترك الروح بلا مخلاها، قال بتشي عيونك ومن صدق بتشاها، اني مجروح والعشرة ينسوها، والله يا قل قلب النذل سواه. الله مويه، الله احلى مراحل حق المويه، اكره مراحل عندي حق المويه. وخر قنبه، وخر قنبه يا حياه. اوه اوه اوه
أخي والله فهد يا أخي ما توقعت يسوي فينا كذا للأمانة. قلت فهد يا أخي حنين حبوب طيوب يجيب مراحل كذا سهلة. لا 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 لا, لا أبو مطارق جاول أش مكانك فوق، إيش اللي جابك تحت يا حيوان؟ أوكي حلو تحت الماء نسبح نسبح تحت الماء نسبح نسبح تحت الماء أيوة أيوة قمبا 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 والله 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 يا أخي قهر يا حرام. إن شاء الله المراحلي بس تجلط فهد زي ما هذه تجلطتني. أبعد أبعد. طيب خلنا نشوف هذا ايش عنده. اوكي اوكي في باب حلوين حلوين. اوكي اوكي ممتاز ممتاز. ليه ليه ابعد ابعد يا حيوان ابعد. بس لقينا شيء والله صدفه يا عيال اقسم بالله. اهم شيء هذول لا يحذفون علي شيء يا اخي يا اهبل يا ماريو يا دوت. زين اثقل اثقل لا تصير خفيف. اوكي حلوين يلا تكفى فوز تكفى فوز. يا اخي حرام والله يا اخي حرام اقسم بالله يا حرام. يعني مقلبتك كذا مقلب بايخ والله. حلوين اوكي والله اني حسيت عيل بتكون في غدرة والله. باوزر كيف انا اتصرف مع هذولا؟ كيف اتصرف معاهم؟ وفرحت ولقيت مكان سري وسويت حفلة هنا يا اخي واخرتها. هي عرفت ما في اللي تجي معاك بالحظ يعني باوزر هذاك ينط تمشي امورك عاد تمام. ما في الا هذا الحل صراحة. بعدين هناك يا اخي قال لي طرنك كذا اعطاني يعني لمبة فبشوف ايش سالفتها ما بتهور واستعجل. جرب الحين. اوكي حلوين الحين عرفت الخطه اللي بسويها. نجمه نجمه ممتاز درعم الحين والله جلدهم جلد. خلني اخش مع الباب. ليش يا فهد؟ ليه؟ ليش؟ أبغى أفهم ليش؟ ليه؟ ليه؟ ليش النذالة هذه؟ طيب أنا بأجلدهم كلهم بما أهم شيء أهم شيء عرفتوا باوزر وأخوياه. وأنتوا وأنتوا أهم شيء بعد. يا غث مخلوقات في الحياة.
الساحر الغثيث. لا تحول اللي الفوز يا اخي، قبل شي توني ضربت حاجه هنا. اوف اوف اوف، لا 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 امزح، وينك؟ اوكي اوكي، في سياره، حلو لقينا السياره يا عيال. اوكي الله عليك يا اوشو الاسطوره. خذ السيارة، ممتاز. شفت بعدين كيف تسوي؟ سوي كذا، يس جبناها. وبعدها معاناة والله جبتها. حلوة المرحلة يا فهد، روح لمرحلتك الثانية. اوكي هذه المرحلة الثانية برضو من فهد، لعبها 417، فاز فيها 7 اشخاص. رونالدو برتغالي. اوكي يلا الله يستر، اتوقع هذه دي اني ماني مخلصها، ما ادري ليش كذا. اوكي اخذنا يوشي، هنا اقول لك واحد، خلينا نشوف هنا وش، والله ما في ولا شيء. طيب اوكي حلوين، دخلنا هذا العالم، هنا في يوشي ثاني. اوه يا ابني يا ابني يا ابني. اوكي اوكي حلوين، حلو فهمنا الخطة الحين، ممتاز. خش هنا، طيب هنا فيه نطة، اتوقع انه حط هذه المهارة. اوكي وله، حلو حصلنا يوشي. طيب ايش فيه هنا؟ اوبا لا تقولها يا ولد. ليش اختفيت؟ ليش اختفى هذا؟ ليه؟ يا اخي ليه، ليش نطحت البلوك؟ ليه؟ خش عند يوشي يا اخي. كنت باخذ معي الباو يا الله. اوكي خذ يوشي يا يوشي، يوشي حبيبي يا يوشي، ابلع الذا. كذا اوكي اوكي اوكي، اول شيء خليه يمد لسانه بعدين نط، فهمت فهمت. مع النطه قلنا، مع النطه يا تيس، مع النطه يا تيس، لكن ماشي. من اول اقولكم التخطيط والذكاء موجود، بس التنفيذ صفر. المساء اللي ما له الشوق ما اسمه مساء، يا غبي يمكن اسمه عمري اللي ضاع فيك، ولا اسمه الف ضحكة تحتريك، ولا اسمه قلب عاشق دايم يسمي عليه. نط يا ولدي نط. اوكي على الحافة. وين ذا؟ وين يوشي؟ يا اخي والله يا اخي المرحلة هذه اشك 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 فيها. موجود يا زين الحلايا. والله قهر. ما في إعادة ذا يوشي؟ طيب يوشي الله يطير، الله يطير حيوان. اوكي اخيرا، الله الله اخيرا يا عيال، اخيرا اخيرا. طيب يا عيال شو الخطة؟ انطلق انطلق
انا والله ما ادري اصلا وش السالفة. اوكي هو هو اوكي ممتاز اوكي حلوين. حلو والله يا عيال اني جبتها كذا باحتراف وفن وذكاء. اما لسه تونا تشيك بوينت. طيب بعدين شو العلم ليه؟ طيب يا اخ يا اخ يا اخ وش السالفة؟ طيب خلك لا تتحرك، بجرب ما بتحرك، شوف ايش يصير. ممتاز. ايوه. حلوين. اخذتنا هذه العظام الزرقاء والحين قاعدين نمشي معاها. اوكي يلا. عاد دلعنا يلا بس قولوا فوز. شوف انا للان ما تحركت ولا سويت ولا شيء. طيب حلوين مشتنا هذه الثنت. اوكي يلا عاد يلا بالله فوز. الله فوز الله فوز. لازم اجيب هذا الوان اب الان. انتصرت. مراحل الشباب كلها خلصتها. الله يعطيكم العافيه يا فهد ويا مبارك، والله مراحلكم جدا جميلة، أتمنى تستمتعون بالمراحل اللي أعطيتكم إياها. يا حبيبي جلد. وبس يا حبايبنا، حبينا أن نغير عليكم الجو شوي، نطلع شوي من المود، نلعب مع الشباب، يعني نتحدى بعض، والله يعني فكرة حلوة. وإن شاء الله نستمر عليها يعني كل فترة كذا نتحدى بعض نفس الشيء، وبس ما أبي أطول عليكم، أحب أقول لكم شيكوا على قنوات الشباب في مربع الوصف تحت. شوفوا المراحل اللي اعطيتهم اياها وشوفوا هل هم بيخلصون المراحل كلها مثل ما انا سويت ولا لا اذا رحتوا على قنواتهم. اتمنى يا شباب تشتركون في قنواتهم، تكتبوا لهم جايينكم من طرف عمر او من اوشو. ابيكم تبيضون وجهي والله قدام الشباب، يحتاجون الدعم والله، وشباب يستاهلون. وان شاء الله باذن الله ان نشوفهم دائما في المراتب العليا باذن الله. فبس أحب أقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعطيك العافية يا فهد، يعطيك العافية يا مبارك. إن شاء الله نستمر على هذا الوضع ولا يعني ننقطع عن بعض وندعم بعض في كل فترة إن شاء الله. وبس يعطيكم العافية. سلام.